you <sweak> القراءات الكنيسيه بتعلن عن حضور الله في الكنيسه. بصوا تلاقوا ابونا الكاهن قدام القرايات يبخر والبخور دوت يطلع على شكل سحابه تعلن عن حضره الله نفسها في الكنيسه. وده زمان زي لما بنشوف خيمه الاجتماع نلاقي ان السحابه بتغطي قدس الاقداس تعلن عن حضور الله. والشعب ينحني ويشعر برهبه لان الله ممجد في الدي نبص نلاقي كمان كده في الكنيسه ان العباده مرتبطه بالانجيل فكنيستنا القبطية بقراياتها هي عباده انجيليه والعباده الانجيليه ديت نلاحظها انها تبقى ممارسه في الحياه السلوكيه في كل مناحي حياه الانسان نفسها فالانسان الارثوذكسي هو متمتع بالحضره الالهيه في القرايات الكنسية، في القداس وفي نفس الوقت بيحول كل كلمه الى حياه وسلوك في حضره رب المجد اللي ساكن في الكنيسة ويعلن انتصاره في الكنيسة اليوم العشرين من شهر طهاطور المبارك أحسن الله استقباله وعاد عليكم وأنتم مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب ترحمنا وترحمكم يا أباء أخواتي أمين بتدور قراءات اليوم دوت عن نياحة القديس أنيانوس البطريرك الثاني. القديس انيانوس كلنا عارفين ان هو اترسم بيد البابا ماري مرقص الاول. مارمورقس كاروز الديار المصريه جه مبشر لمدينه الاسكندريه ووضع اساس الكنيسه القبطيه وكانت البذره الجميله هي القديس انيانوس دوت. عشان كده قراءات اليوم جانب منها بيدور حوالين الدعوه للخدمه. فلسفه القراءات النهارده بتقول كلنا مدعوين للخدمة ربنا عايز كل واحد فينا أن يكون له دور في دايرة الخلاص علشان كده القراءات جانب منها جميل خالص بيدعي كل واحد فينا للخدمة تعالوا نشوف إزاي الدعوة للخدمة هنبص نلاقي المسيح لو المجد بيدعي تلاميذه وابتدى يقول دعا الرسل وابتدى يختارهم وان هم يوجههم ناحيه الارساليه وناحيه الخدمه. مش الرسل بس نلاقي حته جميله قوي قوي ان في بقيه القراءات بيختار تميساوس بعد كده بنختار يوحنا المعمدان من بطن امه وكل الدايره دي كلها حوالين ان الله بيدعو الجميع للخدمه الله بيدعو الجميع للخدمه والجميل ان الدعوه للخدمه لها ناحيه مهمه جدا هي ايه هي بدء انجيل يسوع المسيح يعني البشاره المفرحه ازاي ان احنا نكون لنا رساله مفرحه في وسط العالم وسط عالم مليء بالاضطرابات والتعب والالم والامراض واخبار الحروب وغيره فنلاقي ان احنا لينا دعوه للخدمه ان احنا نكون مبشرين بالسلام ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام. عشان كده نلاقي الخدمه هنا الدعوه حريصه لدرجه انك تخدم لغايه النفس الاخير مش مجرد انك تخدم بس وتمشي نلاقي معلمنا بولس الرسول يقول كده يقول له أناشدك أمام الله والروح القدس عايز يا معلمنا بولس يقول لتيميساوس اكرز بالكلمة اكرز بالكلمة مش مجرد انك تكرز بس ده لغاية نهاية حياتك تمم خدمتك والجميل هنا ان اصبحت الخدمة مش مجرد لحظات بنقضيها في خدمة ولا وقت بنقدم في تعليم لكن بقت قصة حياة كلها معلمنا بولس الرسول وهو راح يستشهد يعني رايح تتقطع رقبته يعني المفروض يهتم بنفسه لكنه يبعت رسالة لتيميساوس ويقول له نفس الكلام أن وقت انحلالي قد حضر والآن أسكب سكيبا ومع ذلك يوصي يقول له كده أوصيك أمام الله أنك أنت إيه أنك تكرس بالكلمة فأصبحت الخدمة مش مجرد أوقات بنقضيها لكن هي فلسفة حياة الإنجيل النهاردة والقراءات بتقدمها لنا عشان كده كمان الخدمة مش مجرد تعليم يعني مش مجرد ان انا امسك نص واشرحه ونقعد نعلم لا الخدمه حياه كلها يعني مثلا نلاقي ايه نلاقي في المزمور رنموا للرب يعني القرايات بتشجعنا ان احنا لينا دور في الخدمه من خلال التسبيح بتاع الله عمل عملنا مع الله ان احنا نصلي يعني واحد واعظ في الوعظ واحد معلم في التعليم معطي فبسخاء لكن في حد تاني ان هو يصلي من اجل الكل ف... تدي دي ذبيحة جميلة ان احنا ممكن نخدم بالصلاة. يعني مثلا لما في القداس نقول ايه؟ صلوا من اجل كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. ده معناها ان كل الشعب بيشترك في الخدمة. خدمة الليتورجية اه، خدمة عبادة اه، بس هي خدمة آه كرازة بالصلاة. ان احنا نصلي من اجل الكل، من اجل البعيدين عن الكنيسة، من اجل المرضى، من اجل المساجين، ونحقق وحدانية الكنيسة من خلال صلواتنا بعضنا البعض ده الاجمل مثلا لما نلاقي العذراء مريم قيل عنها في التاريخ طبعا انها ما كتبتش لا رساله ولا انجيل ولا سابت عظه وتلاحظوا كمان ان ما فيش حاجه في الانجيل تذكر عنها غير التسبيحه بتاعتها ونلاقي العذراء لما راحت لاليصابات مجرد انها سلمت على اليصابات ارتقد الجنين بابتهاك في بطن اليصابات معناها ايه؟ معناها ان العذراء شهدت لله من خلال كلمه طلعتها لانها كانت ممتلئه نعمه يعني احنا امتلأنا بالنعمة ده كرازة امتلأنا بالنعمة ده كرازة احنا لما نصلي من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء يبقى احنا بنقدم خدمة وكرازة رائعة جدا أقوى من أي تعليم كمان علشان كده لما نقول مثلا ان معلمنا بولس يقول لتيمساوس احفظ الوديعة ما هي دي خدمة احنا لما نكون ثابتين على ايماننا الكنسي الايمان الارثوذكسي ما هي خدمة عايز اقول ان احنا كلنا مدعوين للخدمه، انت مدعو بالخدمه انك تطلع عشورك، انت مدعو بالخدمه انك تصلي، انك مدعو بالخدمه انك تبذل وقتك، تبذل صحتك، تبذل ماده، تبذل اي حاجه، كلها دي كلها خدمه. ونتوج الكلام ده الجميل بمعلمنا بولس الرسول لما بيقول ايه؟ قدموا اجسادكم ايه؟ ذبيحه حيه مرضيه ايه؟ امام الله، يعني ايه؟ يقول لك عبادتكم العقليه. يعني أصبحت أن الصلاة بقت نوع من الكرازة جميل نوع من الاستشهاد يعني نوع من الشهادة للمسيح والكرازة باسم المسيح يبقى عرفنا أن احنا كلنا مدعوين لخدمة وخدمتنا نوعيتها أنها بنقدم إنجيل يسوع المسيح إيه إنجيل يسوع المسيح؟ فرحتنا بعمل ربنا فينا فرحتنا بعمل ربنا فينا يبقى ربنا لما يسكب من نعمته علينا احنا ننضغ بالخدمة أو بشهادة للمسيح إن إحنا نحقق الوصية يعني مثلا لما أنا قلبي بيغفر أنا بخدم بوريهم إن أنا أقدر أحقق الوصية إن وصية الله متحققة في حياتي إن أنا بخدم إن أنا بغفر إن أنا بدي إن أنا ببذل وهكذا يبقى قلنا إن كلنا مدعوين للخدمة وإن الخدمة دي هي البشارة أو الفرحة بشخص المسيح لو المجد علشان كده في شروط للخدمه دي يعني ايه مش اي حد يخدم المسيح يقول له كده إن كنت عايز تخدم اتبعني حامل الصليب اتبعني حامل الصليب يعني هنلاقي الام في الخدمه انك تغفر لاخوك ما انت برضه يعني بتتنازل عن ذاتك فدي ففيها الم مش كده وبس انك بتبذل من مالك ما هو برضه في الم انك مثلا بتضيع من وقتك وتعبك والكلام ده كله ما هو فيها الم فكل دوت هو حمل الصليب بس تحمله لغايه امتى؟ يقول لك لغايه نهايه العمر إنك أنت تبذل وتبذل وتبذل بس خلي بالكم إن في خلال البذل ده أنا بتمتع بالفرح عشان كده بيقول إن كان شرط الخدمة إنك تسيب إنك تترك فيقدم مثال يوحن زي يوحنا المعمدان إن هو ترك كل شيء وإنه قاعد في البرية وإنه إنه أيا إن كان بقى كل واحد والوزنة بتاعته هيترك إيه ما أنا ممكن أترك الخطية ودي تبقى تعتبر هي علامة شهادة لحمل الصليب وإنها تبقى كرازة لكن الاهم من ده كله بقى ان ربنا بيقول طالما انت دخلت في الخدمه وطالما انت كنت من احد الكارزين وبتكرز بفرحه بفرحتك بالمسيح له المجد اذا انا هديك معونات للخدمه يعني ايه معونات للخدمه يعني انا هديك سلطان انك تدوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو مش كده وبس يعني هتقدر تقف قدام الخطيه تقدر تقف قدام الشر والشرير. هتقدر تقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ليه؟ لأن أنت وأنت بتخدم أنت مش بتخدم لوحدك. يسوع هو سندك. فالرب يسوع هو معينك، يعضدك، يعينك، يقويك، ويقول كده في القراءات أنه يثبتكم ويكملكم ويؤويكم عشان كده يقولوا تمم خدمتك. فهنا أن ربنا هو نفسه، ربنا هو نفسه، هو اللي بيسند في الخدمة، هو اللي بيعمل الخدمة، هو اللي بيقوي في الخدمة. عشان كده أحبائي بتبقى حاجة جميلة جدا ورائعة إن يسوعنا هو اللي بيسندنا في طريق حياتنا على الأرض فبنقدم الخدمة عن طريقه مش كده وبس ده بيوعدنا كمان إن إحنا ندوس الحياة والعقارب يعني ما بقاش للخطية قدرة علينا ليه؟ لأن إحنا بنتمم خدمتنا في ذبيحة حية مرضية أمام الله لما نصلي من قلب منصحك ونصرخ لربنا ده ربنا يسندنا ويقوينا فنقدر ننتصر على الشر والشرير فنستطيع كل شيء في المسيح الذي قويني فتبقى الخدمة خدمة نبعة من ربنا نفسه ده الأجمل بقى إيه إن في إكليل الحياة الأبدية ربنا بيعودهن إنك ما تخافش خلي بالك وإنت بتحمل الصليب وإنت بتقدم خدمتك إنت معد لك إكليل أبدية عشان كده بولس بيشجع تيموثاوس يقول له أنا صحيح رايح أستشهد وأشهد للمسيح وأقدم حياتي للمسيح لكن خلي بالك أنا جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي مش كده وبس وأخيرا وضع عليه إيه؟ اكليل البرج. احبائي لو عايز اقول لكم حاجه جميله خالص اقول لكم ان كنيستنا القبطيه ارتفعت وبقت مناره في العالم كله من اجل ان في شعب امين فعلا بيقدم نفسه شهاده حيه للمسيح وهي دي خدمتنا اللي يخلي الكنيسه تفضل لغايه النهارده ثابته وقويه الا لما يكون في اناس امناء فعلا قدموا نفسهم وحياتهم ذبيحه طاهرة امام الله يعجبني جدا كلام البابا كرولس السادس لما جه يقولوا له ايه خطتك في في البطرخانه في الفتره الجايه ديت يقول عباره جميله قوي قداس كل يوم طب عايز ايه منه؟ يقول يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يجعل كنيسته تسبحه في العالم كله. عارفين يعني ايه؟ يعني عايز يقول ان كنيستنا القبطيه من خلال امانه شعبها القبطي خلت الكنيسه مناره في العالم كله احنا حبقي كل واحد فينا ليه دور احنا كلنا مدعوين للخدمه نخدم زي الرسل زي التلاميذ زي ماري مرقص زي انيانوس زي اثناسيوس وكرولوس وديسكورس زي امبابشوي كل واحد بالملكه بتاعته ان كان عندك موهبه العطاء ادي من كل قلبك كان عندك موهبه البذل ابذل ان كان يا بس تتكلم اسال على المرضى كل يوم افتقد حد ان كان ما عندكش غير الصلاه وقف عند المذبح واذكر كل اللي تعرفه واذكر المتعبين والمستضعفين عشان كده احبائي كل واحد فينا له دور في حياة السمائيه حياه الخدمه ساعتها هنكون كملائكه الله ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك فعشان كده تعالوا نتمتع بان احنا نكون شركاء مع الله في خدمته الجميله ديت ان احنا نعلن عمل المسيح فينا وللآخرين لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين